وللوقوف على تطورات هذه القضية تنضم إلينا عبر الهاتف السيدة سهر العلول عضو مؤسسة صداقة. أهلا بك سيدة سهر. كان لكم أنتم أعضاء صداقة لقاء مع وزير التنمية الاجتماعية للحديث عن هذا الموضوع، وقبلها كان هناك وقفة احتجاجية أمام الوزارة. ماذا نتج عن هذه الوقفة وعن هذا اللقاء؟ شكرا أستاذة لانا، وشكرا على إتاحة المساحة للحديث عن هذا الموضوع. للتصحيح، لا، إحنا لم يكن لنا لقاء مع الوزير، إحنا كان لنا مشاركة في الوقفة، وأمس تحركنا مع الجهات المحتجة التي يعني ظهرت في تقريركم، من صاحبات الحضانات، من الأمهات العاملات اللي احنا بنعمل معهم على هذا الملف منذ سنوات. الصراحة هو كما قالوا وقالت صاحبات الحضانات في التقرير، هو قرار مفاجئ وجاء بشكل يعني مباغت، لانه خصوصا لا سيما في انه احنا من شهر 3 بعد ما صار الاغلاق الاول قمنا ونجحنا باعاده الحضانات الى العمل ووفق معايير صارمه للعوده واجراءات سلامه وقائيه من تفشي الفيروس، ونجحنا باعاده الحضانات للعمل جزئيا بسعه 50% في الدرجه الاولى، وثم الى 70% فيما بعد، او 75% فيما بعد في الساعه الاستيعابيه، مع تحقيق هذه الشروط. المطالبه كانت بعوده الحضانات في ذلك الوقت ولا زالت، لانه الحضانات هي قطاع اساسي وهي داعم أساسي لعمل النساء ولعمل الأسر العاملة في كافة القطاعات الأخرى. يعني لا يوجد عمل بدون وجود حضانات، وتحديدا للنساء العاملات. نعم ست سهر، نتحدث اليوم عن 43,000 طفل، وقضية تمس تقريبا كل بيت فيه أم عاملة. ما هي الحلول المقترحة من جانبكم أو البدائل لنقل لتذليل العقبات أمام الأم العاملة في القطاع الخاص، وأيضا أمام أصحاب الحضانات، يعني في ظل هذه الجائحة التي تباغت الجميع كما قلتي؟ نعم، احنا واجبنا انه احنا نضغط على الجهات المعنية او على الحكومة باتجاه ايجاد هاي الحلول. الممارسات العالمية في مواجهة الجائحة هي شغلتين متلازمات. انت اول شيء بتعملي اغلاقات لاحتواء التفشي، ولكن يتلازم معها اجراءات ومعايير صحة ووقاية وسلامة عامة. وايضا يعني الجزء الاساسي دعم للجهات والقطاعات التي يتم اغلاقها، مقدمه من الحكومه لمنع هذه القطاعات من التدهور. وانا هون اذا بدي احكي على قطاع الحضانات اللي هو داعم اساسي لخروج النساء لسوق العمل، واليوم احنا اذا بدي اطلع على واحد من اكبر القطاعات التي تشغل النساء في الاردن، والا وهو القطاع الصحي. اليوم القطاع الصحي احنا اصلا ليش عم نعمل اغلاقات؟ لمنع هذا القطاع من الانهيار والوصول الى طاقه استيعابيه قد تسبب لا سمح الله بانهيار وعدم استيعاب المصابين بعد ذلك. الممرضات والطبيبات، الامهات العاملات، من سيرعى أطفالهم وهم يرعون المواطنين والمواطنات على أسرة الشفاء؟ نعم صحيح، لكن ست سهر، في حال تمسكت الحكومة بقرارها حتى نهاية العام كما قالت، واستمر تطبيق قرار إغلاق الحضانات، ما العمل؟ سيدتي، احنا في السابق، وانا اعول ايضا على جهود المجتمع المدني وجهود الضاغطه وجهود صاحبات الحضانات في ايصال اصواتهم واصوات النساء العاملات، ولا يمكن ان تتغافل الحكومه التي تسعى لرفع مشاركه المراه الاقتصاديه والوفاء بالتزاماتها امام الممولين برفع المشاركه الاقتصاديه للنساء في سوق العمل، بانها تتجاهل هذا القرار. واحنا بالسابق وفي مع الحكومة السابقة كان هناك تجاوب مباشر لهذه المطالب. نعم، إذن هي دعوة للحكومة لإعادة النظر بهذا الموضوع الذي يمس شريحة كبيرة من العاملات في الأردن. السيدة سهر العلول عضو مؤسسة صداقة، سنتابع معكم هذه القضية. شكرا جزيلا لك.